اهلا بيكم متابعين قناة مشاوير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جهاز العروسة يا جماعة وصل معنا في الفيديو ده عند معرض المدينة المنورة. عرض الاحلام بجد بتقدمه لنا النهاردة معرض المدينة المنورة اللي في القليوبية، شبين القناطر بالدلتا، في ظهر محطة المياه. ده عنوان المعرض. المعرض النهاردة بيقدم لنا 4 أجهزة كهربائية، تلاجة وغسالة وبوتاجاز وشاشة سامسونج. ال4 قطع عاملين 31,700 جنيه بس. السعر بجد بتاعهم مفاجأة. معانا تلاجة 16 قدم الكترو ستار، معانا كمان غسالة وايت بوينت العبد 9 كيلو، معانا بوتاجاز 5 شعلة 60×80 سنتي، معانا شاشة 42 بوصة سامسونج. العرض ده يا جماعة مش هيتكرر عند حد. العرض ده متوفر في بس معرض المدينة المنورة في القليوبية، في شبين القناطر، خلف محطة المياه. التلاجة زي ما انتم شايفين تلاجة الكتروستار 16 قدم، 2 باب، باب للفريزر وباب للتلاجة، وفيها كمان درج للخضار. معانا كمان الغسالة بتاعت وايت بوينت العبد 9 كيلو، اللي هي من فوق. كمان عندنا البوتاجاز بتاع فريش 5 شعلة 60×80 سنتي، ده كمان بالمروحة. يا جماعة نسيت اقول لكم ان كل الاجهزة دي كمان معاها الضمان، ضمان 10 سنين للتلاجة، ده ضمان 5 سنين للغسالة وللبوتاجاز، وضمان 2 سنين للشاشة السامسونج. ما تنسوش بقى تكلموهم على الارقام اللي عندكم في الفيديو، لو حد عنده اي سؤال يبعت لنا في الكومنتات. ما تنسوش يا جماعة تعملوا لايك واشتراك للقناة. السلام.